هتحصل في فندق المهم. ايوه يا فندم، المعلومات جت دلوقتي. انا قلت ابلغ حضرتك اول ما عرفت على طول. الليلة دي انا شاكه ان بابا مات بفعل لما تحس نفسك بتحب حد والحد ده هو الدنيا كلها، ده ما بيحصلش مرتين. ليلة مطلقة، انا سمعت حوار كده غريب عن اتفاق على الضعف، بس هو بهددني. مش عارف انا ممكن اقول له ايه لو قمت حواليه شويه، ممكن يعني اغيرك. وفعلا بلغ البوليس وقال لهم ان انا بشتغل شغل ليك. انا مش فاهمه انت عملتي كده ليه؟ وأميرة هانم بجلالة قدرها ساعدتك ليه؟ عشان انا قررت ان الواد يبقى معايا واقش بيه. مفيش قدامنا دلوقتي غير ان احنا نستعين بحته الايمان اللي جوانا.